الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم أمين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم جوهرة التوكل على الله. معنى التوكل في اللغة هو إنك بتعتمد على الغير في أمر من الأمور، يعني هو من باب إظهار العجز، الحاجة إلى المعونة وإلى الإعانة. والحق سبحانه وتعالى هو الوكيل، يعني هو المتكفل اللي توكل بالقيام بجميع ما خلق. التوكل حقيقته هو الصدق، اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدين من أمور الدنيا والآخرة، في كل جميع أمور الدنيا والآخرة. يعني أنت بتاخد بالأسباب، ولكن قلبك معتمد على خالق الأسباب مش على السبب. أنت بتجتهد ولا تعتمد على اجتهادك، إنما بتعتمد على الله سبحانه وتعالى حقيقة، ليقين قلبك بإنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. ومن هنا بيبان قوي الفرق بين التوكل والتواكل، وبيبان مسألة اللي عاملة الإشكالية اللي إحنا إن أنا أخد بالأسباب ولا ما أخدش. تاخد بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. التوكل خلق إيماني عظيم أمر رب العالمين سبحانه وتعالى به عباده عشان يعتمدوا عليه هو سبحانه وتعالى ويفوضوا له أمورهم. هو الوكيل جل جلاله بتدبير أمورهم ورعايتهم وحفظهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في التهجد بالليل مما جاء في السنة النبوية المطهرة، مما يدل على أهمية التوكل، وإن الإنسان يتلفظ به ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من المتوكلين. ما جاء في الصحيح من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. والنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل بيقول: وعليك توكلت، أي فوضت لك الأمر، يعني أنا قاطع نظري إلى الأسباب، أنا مش شايف الأسباب ولأني لازم أخد بالسبب لأني مأمور، ده شريعة، لكن أنا قاطع النظر كأن الأسباب دي مش موجودة إلا أنا لازم أخد بيها. والمراد أنا تبرأت من حولي ومن قوتي وصرفت أمري كله إليك يا رب، وأيقنت يا رب إنه لن يصيبني إلا ما كتب لي وعلي، ففوضت أمري إليك يا رب، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، لا إله إلا الله. الإشكالية اللي بتدور دايما بين التوكل والأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب المشروعة ما بيتعارضش بحال من الأحوال مع التوكل على الله. التوكل في الإسلام نشاط وعمل، مش سكون وكسل. يعني الأخذ بالأسباب مع تفويض أمر النجاح لله تعالى مع الثقة بأنه عز وجل
لا يضيع أجر من أحسن عمله، هو عين التوكل المأمور به شرع. يعني أنا مطلوب أني أسعى وأخد بالأسباب وحقدم في الوظيفة اللي أنا حقدم فيها دي عشان وعندي إجراءات لازم أقوم بيها، فأنا بس على كل الإجراءات أخلصها، بس قلبي مش متعلق بأسبابي إن أنا بسعى وإن أنا بملى وسل أوراق ولا بقدم، لا أنا بعمل ده شريعة وعبادة، لأن الأمر بالأخذ بالأسباب ده عبادة. لكن قلبي متوكل على الله ومفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن القعود عن الأسباب وعدم السعي للأخذ بها ليس من التوكل في شيء، لكن ده تواكل واتكال، وده شيء مش مطلوب من الإنسان المؤمن أنه يقوم به. وعشان كده قيل في حقيقة التوكل إنك تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأن الأسباب ليست بشيء. واللي يوضح المعنى ده بطريقة يعني فيها وضوح أكتر، ما ورد في هذا المعنى أو معنى التوكل الصحيح، ما ورد في السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل يا رسول الله، في أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ جاب الناقة كده بتاعته قال له: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل ولا أطلقها وأتوكل الناقة بتاعته؟ فقال له النبي: أعقلها وتوكل. يعني المراد أعقلها وتوكل ده بيان إن عقلها وربط بمعنى ربطها وتقييدها لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، الذي هو الاعتماد على الله وقطع النظر عن الأسباب. يعني في كمان يعني انت دلوقتي هو بيقول له انا هسيب الناقة كده واتوكل وربنا يحفظها ولا اربطها واتوكل؟ قال له اربطها. يعني في بيان فضل الاحتياط والاخذ بالسبب على جهة الاجتهاد، والاجتهاد كمان في تحصيل ذلك. وبعد كده القلب في الاول وقبل واثناء هو مش شايف الاسباب دي، القلب معتمد على ربه، انه رب سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي في كل شيء. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي المرسل المؤيد المتوكل على ربه ضرب لنا مثل عظيم في التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، وبيتضح ده في جليا في حادثة الهجرة لما قام النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بأسباب النجاح كلها، من اختيار الرفيق في الرحلة، وكمان إنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه اختار سيدنا أبو بكر الصديق، من إعداد الطعام والزاد، كل ده إعداد الزاد من الطعام لاستعداد والشراب للرحلة، من تجهيز الراحلة اللي هتقوى على هذا السفر الطويل الشاق، ومن اصطحاب دليل الخبير اللي هو الدليل هو الخبير بمسالك الطرق، يعرفهم الطرق فين ويهديهم إلى الطريق ليكون دليلا وهاديا في هذه الرحلة الصعبة. كل ده كان مع التخطيط الجيد من وقت الخروج ومدة المكوث في الغار، كل ده كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقوم به. وغير ده وكل هذا كان من قبيل التخطيط، يعني حتى ومدة المكوث في الغار نفسها اللي قعدها النبي هيطلعوا كذا ويروحوا في المكان الفلاني ويقعدوا فيه وغير ذلك، وكل ده من التخطيط الجيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أخذ بالأسباب وتوكل على الله. لما آوى إلى غار ثور هو وصاحبه ودخل فيه ليستتر عن أعين المشركين الطالبين لهما، أخذوا يبحثوا طبعا المشركين فين النبي عليه الصلاة والسلام وفين أبو بكر الصديق، وخلاص وصلوا لغاية باب الغار. فقال له صاحبه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يعني ده هو عين التوكل على الله، أخذ الجوارح بكل الأسباب واعتماد القلب على رب الأسباب وثقة لا حد فيها ولا حد لها في تأييد الله تعالى ونصره. يبقى أنا أخذت بالسبب وأنا عارف أن السبب مش هو الفاعل الحقيقي، السبب مش فاعل بنفسه، السبب فاعل بربه. أنا أخذت بالسبب تعبدا وشريعة لأني مأمور أني أخذ بالسبب، أني لما معي أتداوى، لكن أنا في قلبي عارف أن الدواء مش بذاته هو الذي يشفي، لكن الله وإذا مرضت فهو يشفين. الدواء ليس بذاته يشفي المريض، ولكن الله تعالى هو الذي يشفي كل مريض، لكن مأمور إن أنا آخذ
بالأسباب، إن أنا أدعي وأدعو الله سبحانه وتعالى وأجتهد في الدعاء وأسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، فأنا آخذ بهذه الأسباب التي شرعها الله، وأنا أعلم أن الله هو الفاعل الحقيقي في كل شيء. الأسباب ليست فاعلة بذاتها، إنما هي بربها سبحانه وتعالى. توكل لي علاقة قوية أوي كمان بمسألة الرزق. الله يرزق أهل التوكل بغير حساب، لأنهم صدقوا في عملية التوكل على الله. الله تعالى يقول: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الرزق من الأمور اللي بتشغل بال الناس دايما وبال الإنسان، مع إن ربنا سبحانه وتعالى كتب الأرزاق. الله سبحانه وتعالى كتب لكل إنسان منذ لحظة نفخ الروح فيه وهو مازال يعني جنينا في بطن أمه، بل وضمنه له سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. وده بيان ليعلم كل إنسان إن الرزق مقسوم، فما يحملش الهم، بل عليه إنه يسعى في طلب الرزق وهو متوكل على الله تعالى. أنا لما بكون متوكل مش حامل الهم، أنا باخد بالسبب وعارف إن أنا رزقي حيجيني حيجيني، قل أم كثر، ده بتقدير الله وتدبيره سبحانه وتعالى بما فيه الصالح لي، لكن حأرزق، سأرزق بإذنه وجوده، لأن ربنا ضمن الرزق لنا جميعا. فبسعى أخد بأسباب الرزق وأنا لا حامل الهم ولا أنا خايف ولا أنا مضطرب، ده في رب كريم أنا متوكل عليه. عشان كده الحديث اللي كلنا حافظينه لكن عايزين نتحقق في معنى، الوارد في السنن عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعنى الحديث: لو أنكم تعتمدون على الله تعالى حق الاعتماد، بأن تعلموا يقينا إنه لا معطي ولا مانع إلا الله، وبعدين تسعون في الطلب بوجه جميل وتوكل صادق، لحصلت لكم السلامة وتحقق لكم المراد، كما يحصل لهذا الطير اللي بيطلع بطنه فاضية لكنه يعود ممتلئ البطن. الرزق مضمون والله ضمنه لجميع الخلق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وده إشارة إن إحنا نتحقق في معنى التوكل، نتحقق بمعنى أسعى وأجتهد في كل مجال أنا بعيشه في حياتي، لكن وأنا مش مفزوع ولا مهلوع ولا خايف ولا مضطرب ولا قلقان، رزقك هيجيلك. التوكل على الله سبحانه وتعالى ليس معناه التبطل والتعطل، بل لابد فيه من التوصل بنوع من تناول الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها إن إحنا ناخد بيها، وإنه الإنسان يسعى بذلك، لكن قلبي معلق مش بالسبب، مش بسعي، مش إني باصص لنفسي وإن أنا عشان اجتهدت وأنا عشان ذاكرت وأنا عشان اشتغلت، لا، من فضل الله. أنا مش باصص للسبب، أنا متوكل على الله، باخد بالسبب، وأعلم أن السبب لا يفعل بذاته، هو مش قائم بذاته، مش مؤثر بذاته، مؤثر بربه سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار والنار ساعتها حارقة، ربنا سبحانه وتعالى جعلها هكذا، هي مش ذات، يعني هي ليست حارقة بذاتها، ما فيش شيء في الكون مؤثر بذاته، الله سبحانه وتعالى هو الفاعل فيه حقيقة. توجه سيدنا إبراهيم إلى ربه وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كان من ذكره ساعة أن ألقوا به في النار، كان الرد، فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار لو حارقة بذاتها ما تقدرش إنها تبطل عن خاصية الإحراق، لكن هي مش حارقة بذاتها، هي حارقة بربها سبحانه وتعالى. لما أعيت سيدنا إبراهيم الأسباب، توجه إلى رب الأسباب وسأل محرك الأسباب والفاعل في الأسباب حقيقة، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأبطل الله خاصية الإحراق في النار. عشان كده من فوائد التوكل اللي ربنا اختص بيها أهل التوكل حقا، إنه مصدر قوة
للمؤمن. الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودي الآية اللي فيها تحمل جوهرة اليوم، التوكل. لأن اللي اعتمد على الله اعتمد على من بيده مقاليد الأمور، على من يقول للشيء كن فيكون، فمن كان كذلك كان الله معه وكان كافيه ما كل ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. وده معنى ما ورد في السنن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيعلم حبر الأمة، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، يا رب العالمين. اللهم آمين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً.